هلا مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في شيء ما يتخبى حتى النصف الليل. صارت الاربعاء وصارت الجمعه، وان شاء الله ابارتير من الحصه الجايه باش نركزوا اكثر مع المؤسسات الاقتصاديه الوطنيه، جو دي بيان الوطنيه اللي اليوم عندها ما تقول، وخاصه في بعد الازمه اللي تعيشها المؤسسات هذه ويعيشها الاقتصاد الوطني. باش نجي لسي فيصل هوني قدامنا اليونيماكس والبرودوي اللي قدامنا تنحكيو عليه. سي فيصل سيرش باش تعصف عليك شويه، سي وليد عنده ما يقول في كلمه. نكمل على الكلام تاع سي فيصل قبيلك، قلت راني ما نحترمش، مش ما نحترمش، وكنت واضح في حديثي. السلطه اللي تحشم من الفساد والكناطرية اللي قاعدين يخربوا في الدولة ما نجمش نحترمها، هذا واضح. خلينا نكونوا متفاهمين، أنا نحترم أي شخص يقوم بواجبه. اليوم أصبحنا فاهمين، شوف العرك بتاع يسار ويمين اللي كسرونا به ريوسنا 9 سنين، رانا فهمنا، كبرنا، كبرتنا الثورة هذه، كبرتنا قبل وقتنا وفهمنا الدنيا والله بالحق. العرك الفارغ هذا اللي كل جهة قاعد تجبد من جهة باش تستثمر الفساد وباش تتقوى على البلاد وتتقوى على الدولة، تعبنا اليوم الحرب الحقيقية. السلطة اليوم عندها حرب حقيقية ضد الفساد وضد التجارة الموازية. قادر تخوض الحرب هذه خويا هاو بتاعك، ماكش قادر تخوضها ما نحترمكش. شو كل واضح به شجيك سي فايس. اليوم قدامنا يونيماكس، واليوم الأكيد وأنه فما مشاكل كبيرة، يعني خاصة القطاع نتاعكم بطبيعة الحال، وفي المقابل ما زلتوا انتم موجودين في المارشي. خلينا نحبوا نتعرفوا على البرودوي نتاعكم اللي موجود غاديكا وكيفاش نلقاوه. تفضل سيدي. السؤال نتاعك معناها عطاني ما عطانيش فرصة كافية باش نستوعبك بالقدا. هو اللي حبيت نحكي على البرودوي هذا، فما اليوم حبينا ولا كرهنا في إطار ممكن الحرب زادة على القطاع الموازي، فما دي برودوي اللي هو موجودين، وفما دينار موجود ومحترمة كيما البرودوي نتاعنا يونيماكس اللي موجود معانا وموجود في السوق اليوم. خلينا نتعرفوا أكثر على لو برودوي نتاعكم بالنسبة للبرودوي اللي موجود قدامك سيدي. شوف بدءا ساعة التجار في البلاد الكل، التجار في تونس الكلهم قاعدين يجيريو منذ سنوات في الأزمة، وقاعدين يتحاربوا بكل الطرق، وقاعدين يناضلوا بطريقة غير عادية، لأن مناش نعيشوا في وضع طبيعي، وضع صعب إلى أبعد حد. المنافسة غير متوازنة، السوق فيه فوضى غير عادية، والشخص المنظم واللي يحب يشق الطريق بتاعه راهو طريق شاق وطويل وصعب إلى أبعد حد. وانا مؤسسه بتاعي برمي المؤسسات اللي مهيكله منظمه بوضوح كبير، نخدموا في العالم بتاع الادوات المدرسيه والمكتبيه منذ 31 سنه عمر في الميدان هذا. نعم عمر كامل. والرصيد هذا يخلينا عمليه الاختيار بتاعنا للبضاعه اللي نروجوها تعتمد اساسا على الجوده، وهذه أهم حاجة، على الجودة، وتعتمد زادة على الأسعار، ومتفاعلة ومتكيفة تماما مع الأسعار. خاطر التاجر اللي نجم ينجح في وضع صعب كيف الهكاية راهو يلزم يلائم بين حاجتين، بين الجودة وبين الأسعار. الأسعار متاع المواد هذه متاع الأقلام هذه، وما أدراك ما القلم، معناها أول آية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تعرف القلم معناها عنده أكثر من معناها آلاف السنين، والإنسان يتعاطى، صار تطور غير عادي في إنتاج الأقلام هذه اللي هي تتعايش معنا من الطفولة بتاعنا لآخر لحظة في الحياة بتاعنا. والأقلام هذه، القلم هذا اللي تشوفوه قدامكم يونيماكس، برشا جربوه، برشا مستهلكين جربوه ويعرفوا الجودة بتاعه. القلم هذا يختزل أقصى درجات التطور، يعني هذا جاء خلاصة تطور كبير ياسر متاع الأقلام، فيه برشا ميزات. الميزات هذه اللي استعملوا القلم هذا وبرشا توا عنده 3 سنوات موجود في السوق التونسية، فيه برشا ميزات وأكبر مثلا. أي فيه برشا ميزات، وجاء القلم هذا باش يعالج برشا نقائص في الأقلام الأخرى. ثلاثة على الأقل، ثم 3 عناصر أساسية، واللي جربوه ينجم شاطروني في الكلام هذايا، واللي ما جربوش يجربوه تيكتشفوا بالفعل اللي القلم هذايا عنده ميزه كبيره. القلم هذا مخدوم بـ بـ باخر تكنولوجيا في الاقلام، اقلام الحبر اخر تكنولوجيا. هو مخدوم بماده مش فقط الحبار كما ستيلوات تعرفوهم الاخرين الكل، ثم ماده جديده هي ماده لزجه تخلطت مع الحبار
خليت القلم هذايا لزج الى ابعد حد. القلم هذا الميزه الاولى بتاعه وقت تاخذ القلم ينطلق في الكتابه منذ البدايه من الشعره الاولى، يعني استحاله تاخذ قلم من هذم ما يبداش يكتب من اللحظه الاولى. هك الطريقه نتاع سخن القلم وتعمل هكا وما يحبش يضرب معاك هذيك فماش راه القلم هذا يضرب من اللحظه الاولانيه. هذه الميزه الاولى اللي فيه، يجري جريان. والسلوغان تاع ستيلو نتاعنا وستيلو اللي يجري وحده خاطر ينزلق انسيابي. وعنده الميزه الثانيه عمره ما يقطع، لانه الماده اللزجه هذيك عباره كونك شديت بيسه وزلقتها في الزيت، لانها الماده اللزجه هذيك كانها زيتيه تخلي البيسه نتاع الستيلو اللي هي اهم حاجه في الستيلو، اغلى حاجه في الستيلو، تخليه في الويد على الاخر ما تخليش يقطع سوبي. يعني ستيلوات الاخرى المنافسه برشا ستيلوات، وانتم تعرفوا المستهلكين نتاع ستيلوات تكتب ينجم يقطع لك. الستيلو هذايا استحاله يقطع. العنصر الثالث المهم فيه هي الالوان. ياخذوا اللي يستهلكوا القلم هذايا يلقى فيه الالوان نتاعو الوان زاهيه جدا. اللون الاحمر هو اللون الساطع، كل الالوان اللي فيه جميله برشا. وزيد اليونيماكس هذه قام فيها تنوع كبير اكثر من 120 نوع نتاع اقلام. وستيلو هذايا ناجح برشا وناجح بامتياز مع الاطفال الصغار. وبرشا توا قاعدين يسمعوا فيه يعرفوا القلم هذا يعرفوه بالباهي بالباهي. اولا لانه السرعه نتاع الكتابه، اللزج على الاخر، القبضه نتاع الصغير مهما كانت مرنه، حتى كي تبدا القبضه نتاعو مرنه على ستيلو يمشي معاه ستيلو. ينجموا يجربوه برشا عباد، حتى ولو كتبنا في ورقه وضع عليها في الماء داخل الماء ودخل ستيلو يكتب يمشي حتى يخدم معاه. اي نعم، وسط الماء تنجم تجربها في اي انكلينيزون ستيلو يكتب. لكن الماده هذيك هي اللي خلات هالميزه هذه الكبيره. معناتها كيف نجي او مش نعطي اضافه سي فيصل، معناتها ماك تعرف احنا ساعات ديما نحطوا على الحيط ما لا يخدم يخدم هو تحدي يخدم لك اي اضافه لهذا. بالاضافه للالوان ثم ميزه اخرى كبيره برشا فيه هو التنوع. اول قلم في تونس تلقى فيه 60 لون، 60 لون، وهذا العلبه قدامك تنجم تعطيها حتى هدايا. فما باك كامله في 60 لون، تولي توندونس موجودين. وفيه زاده 24 لون. في باك ب 24 ثم 60 لون وثم 24 لون وثم 10 الوان و6 الوان و4 الوان. كل الالوان موجوده. الاقلام هذه بالتنوع نتاعها والاسعار اللي فيها، الاسعار هي شعبيه وفي متناول الجميع. واللي شراوا الاقلام هذه يعرفوا اللي هي اسعار شعبيه. والصغار علاش ناجح برشا هو مع الصغار؟ على خاطر يعطيهم الوان زاهيه جدا، زاهيه زاهيه بالفعل زاهيه، تنجم تجرب الالوان الكل تلقاها تعطي اشعاع تعطي جماليه. تعطي مشكلة صغارك هو عاد يا سي فيصل، بسم الله كان مش تخليني الكبار معناها الصغار والكبار. انا راهو كان مش تخليني نعمل لك قصيده شعر على الستيلو هذا ولا عملت قصائد. انا نكتب به الستيلو هذا ونجي للبرنامج مديهول، ما نعرفش ما ربطتش بين فيصل وبين الاقلام. مش اشهار القلم، كي نروح به يفكه ولدي صب صدفه ويكتبوا به، وين نجيبوا يهزوا لي، وين نروح من برنامج يهزوا. هاي فكره كل ما يجيب احد يقول لي ما عنديش ستيلو ستيلو فهمت. والله القلم ما يحتاجش، انا هاو نكتب به ولاحظته هذا اللي تحكي فيه بالحق. القلم سوب هكا الاشهار بعد خلصني عليه. لا لا والله صدقا لا صدقا احكي لي بكل مصداقيه. القلم هذا صدقا اللي خذا القلم هذا مره يصعب كونه ما يعاودش يرجع له. باهي توا الحكومة اش عملت لكم أنت كصاحب مؤسسة عندك 31 عام، شو وصلتك شيء من إجراءات الحكومة؟ لا أنا شخصياً معناها خلينا نحكيو عليك أنت كمثال صاحب مؤسسة. لا لا صدقاً مخرجها من مخي، بالعكس هي عندك الجباية، الرزمة نتاع الجباية فظيعة كبيرة جداً. ما فكروش مثلاً في أزمة كورونا هذه ويعرفوا اللي المارشي باراليل معناها ما فهمت شيء من الإجراءات هذه. هما يعرفوا الدولة تعرف اللي المارشي باراليل تو مشيركة بعلينا، يعرفوا مسبقا. اي انسان خبير اقتصادي يفهم شويه في الاقتصاد يعرف اللي الناس اللي عندها توا السيوله هي مش تركب على السوق. اذا كان هما عجزوا وفشلوا باش يقاوموا 50% ما بالك ما بعد كورونا. انا متخوف شخصيا، متخوف، انا فاقد الشيء اللي يعطيه. انا نعتبر الدوله اللي هي ناقصه فلوس ماهيش مش تخمم في انا ولا مش تخمم فيك انت ولا مش تخمم في الاخر، مش تخمم كيفاش تعبي الموارد بتاعها، تخمم كيفاش تخلص الموظفين، كيف تخلص الناس اللي يخدموا في داخل الدولة. مش قضية موفي راهي فما مغالطة خلينا نصلحها. أنا معاك، رأينا منضمر معاك، فاهمك شيء، راهي مغالطة كبيرة.
حجم الكتلة الأجور قداش؟ 19000 مليار قالوا هكا ولا؟ تعرف أنت شيء الموظفين في الدولة يخلصوا في 75% من نسبة الضرائب، وأنه 7% متأتية من التبغ والوقيت كي تبدأ فلسة، وأنه لحظة بارك 10% من القطاع البنكي ومن قطاع النفط والبقية يدوروا في البقية معناه المارشي مش الباراليل الرسمي يعني القطاع الرسمي، المارشي الباراليل ما يدفع فيه شيء. نعطيك أنا أكثر في القطاع بتاع السيلوات، أنت وين موجود؟ شنو الإجراءات اتخذها الحكومة في بداية الموسم الدراسي اللي هو ميسرة بتاعكم نلقاو لها السنة بتاع شنو تباع البقية؟ هي راهي الإجراءات اتخذها الحكومة في العادة وش نقول لك أنا؟ ونحكي لك أنا 31 سنة خبرة. أي. عندك حاجة واحدة تعمل. من يدخل لكم تهبط الرقابة للسوق. أي. وش يقول في القنوات الكل؟ هذه صدق انتم تعرفوها. أي. لقد نحكي على المارشي الصحيح اللي قاعد عنده بتيندا نتاعه. أي. لقد حررنا 50000 خطي ولقد 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 يوريك فقط راني انا عندي العصار راني قاعد نضرب. شنو هي علاقه الدوله بالقطاع؟ انا نسلك سؤال، نحن عدنا مسالك توزيع ما عندناش، عدنا الفوضى. وشكون توا حيرتني حاجه منذ 60 سنه انا على الاقل عندي الشطر نتاعها وانا في المهنه هذه، عمرك شي سمعت للدولة ساعات باش تنظم مسالك التوزيع؟ مستحيل. مثلا مش تنظيم، ما عندهمش معينهمش. انا توا دايخ شكون بالضبط اللي شاد الضمان الصحيح؟ خاطر الحكومات تتعاقب وتمشي، لكن اللعبه هي بيدها قاعده. هي الفساد يعني هو الفساد.